بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 21. الحمد لله، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. نعم، الذي يدل عليه كلام الإمام الطحاوي كغيره من الأئمة أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع، حادث الآحاد. الله جل وعلا لا يزال يتكلم إذا شاء، لا يزال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه تكلم بالقرآن العظيم، سمعه جبريل من ربه سبحانه وتعالى، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. فهذا القرآن من آحاد كلام الله عز وجل. تكلم الله جل وعلا بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم إذا شاء، يأمر وينهى سبحانه وتعالى ويدبر في هذا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول، هذا كلام، القول والكلام بمعنى واحد، أن يقول له كن، يأمره سبحانه بأن يوجد فيوجد كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول الأئمة كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث الكلام فيه، تكلم الله به محدث. وأما صفة الكلام لله فهي قديمة، قديمة النوع. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. النوع قديم، وأما الآحاد فإنها حادثة، إذا أراد الله تكلم سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر. نعم، أبو حنيفة له كتاب في العقيدة اسمه الفقه الأكبر، يسمون كتب العقيدة بالفقه الأكبر، ويسمون الأحكام العملية بالفقه، ولا يقولون الأكبر، فقه. مثلا شرح الزاد فقه، كذلك غيره من كتب الفقه قالوا لها كتب الفقه. وأما الفقه الأكبر يعني فقه الفروع، فقه الفروع. وأما كتب العقيدة فهي الفقه الأكبر، ولأبي حنيفة كتاب في هذا اسمه الفقه الأكبر، أي التوحيد. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء. هو كلام الله سبحانه، سواء كتب أو تكلم به فهو كلام الله جل وعلا، كلام الله تكلم به حقيقة،
سمعه جبريل منه بأمره، بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فهو كلام الله ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. فإنه قال: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القرآن محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. نعم، هو كتاب الله مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصاحف، ومحفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، هو كلام الله سبحانه، وهذه كلها بلاغ لكلام الله عز وجل. نعم. ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتاب، لفظنا يعني التلفظ، التلفظ بالقرآن، تلفظ الأداء، هذا الأداء مخلوق، وأما المتلفظ به فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وكتابتنا له مخلوقة، كتابتنا لها للقرآن، الكتابة مخلوقة، هي فعلنا ونحن مخلوقون وأفعالنا مخلوقة، قال الله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، خلق الله سبحانه وتعالى، فكلام الله غير مخلوق. وأما أفعالنا وأقلامنا والأوراق التي كتب بها القرآن فهي مخلوقة، كتابته في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مخلوق أيضا، وهو كلام الله بأي اعتبار، مقروءا ومكتوبا ومحفوظا، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه كلام الله يعني يسمع القرآن حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله، وإن نحن نقلناه وكتبناه وحفظناه فهو كلام الله سبحانه. نعم. وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة. نعم، الكتابة مخلوقة، هي عملنا، الكتابة عملنا، هي مخلوقة، قراءتنا له، قراءتنا له مخلوقة، القراءة، أما المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. أي نعم، القرآن وهو المقروء هذا غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم. نعم، هو كلام الله وهو إخبار عن هؤلاء، عن المخلوق، عن إبليس، عن كل مخلوق، قراءة المخلوق وكتابة المخلوق والأوراق المكتوب فيها القرآن كلها مخلوقة، أما القرآن نفسه فهو كلام الله مقروءا ومحفوظا ومكتوبا، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. كلام موسى بلاغ عن الله، وهذا البلاغ مخلوق، موسى عليه السلام مخلوق، ولسانه الذي تكلم به مخلوق، لكن المتكلم به والمبلغ ليس مخلوقا، هو كلام الله. نعم. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. القرآن كلام الله لا كلام غيره، وإن قرأناه وكتبناه
فهو كلام الله عز وجل ليس كلامنا. نعم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى. موسى هو كليم الله، الله جل وعلا يكلمه ويأمره وينهاه، فيسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى ويبلغه لأمته. نعم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. نعم. وإن كان الاسم مشترك بالنسبة لكلامنا وكلام الله، هذا مشترك، ولكن المتكلم به والمبلغ هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. الله جل وعلا له صفات، والمخلوقون لهم صفات، وإن اتفقت صفات الخالق والمخلوق في اللفظ فإنها لا بد أن يكون كلام الله ليس هو كلام المخلوق، وكلام المخلوق ليس هو كلام الله. نعم. ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. نعم. الله جل وعلا سميع بصير، والإنسان سميع بصير، الله يتكلم والإنسان يتكلم، الله يغضب والإنسان يغضب، الله يفرح والإنسان يفرح. وإن اشتركت هذه في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة. نعم. انتهى. فقوله انتهى، نعم، كلام أبي حنيفة رضي الله. نعم. انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، وإنما قال يا موسى في وقته، وقت وجود موسى عليه السلام، وموسى يكلمه الله ويسمع موسى كلام الله وينفذه ويعمل به ويبلغه، يسمع كلام الله، ما بينه وبين ربه واسطة، ليس بواسطة جبريل، وإنما موسى، هذه من خاصيته عليه الصلاة والسلام أنه يسمع كلام الله، أن الله يناديه، وناديناه من جانب الطور الأيمن، نادى البعيد ينادى، وقربناه نجيا، قربه الله وناجاه مناجاة، والمناجاة أخفى من المنادات. نعم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول. لما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، اشتاق إلى ربه لما سمع كلامه، اشتاق إليه، أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما يطيق البشر أن يرى الله سبحانه وتعالى، يحترق، لو تجلى الله له لاحترق، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله يعطي المخلوق قوة يستطيع بها أن يرى الله سبحانه وتعالى عيانا ببصره، ويسمع كلام الله جل وعلا، لأن الله يعطيه قوة يستطيع بها هذه الأمور، أما في الدنيا فلا يستطيع. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى الله جل وعلا للجبل الأصم، صار اندك
اندك وصار ترابا، صار ترابا بدل أن كان صخرا صلبا من عظمة الله سبحانه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه. فلما أفاق موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم. يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى كلمه وقت المجيء، لما جاء للميقات الذي حدده الله له جاء إلى هذا الميقات كلمه ربه وسمع موسى كلامه. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الميقات الذي وعد الله فيه موسى أن يكلمه. فلما سمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون احترقوا. ثم إن موسى عليه السلام دعا ربه قال لو أرجع إلى بني إسرائيل وليسوا معي، قالوا قتلهم، ذهب بهم ليقتلهم، أحياهم الله جل وعلا، رد أرواحهم فيهم وأقامهم يمشون وذهبوا إلى أهلهم، والله على كل شيء قدير. نعم. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه من أصحاب أبي حنيفة. نعم. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. يقولون هذا ليس هذا القرآن هو كلام الله، إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وأخطأوا في ذلك، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وحمله جبريل، بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله، قرئ باللسان أو كتب بالقلم هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. نعم، فيها طوائف من علماء الكلام يقولون إن الله مضى عليه وقت لا يتكلم، ثم إنه بعد ذلك حدث أن تكلم سبحانه وتعالى بعد أن كان لا يتكلم. تعالى الله عما يقولون، هذه مقالة ضالة خاطئة بدون علم وبدون دليل، إنما هي على رأيهم ومذهبهم الخاطئ. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. أعد. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. والمعتزلة يقولون الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام، خلقه في جبريل، خلقه في موسى، خلقه في محمد، فهذا باطل. الله يتكلم حقيقة بكلام يسمعه جبريل عليه السلام ويتحمله بأمر الله، ثم يبلغه للرسل الذين أمر بتبليغهم،
هو كلام الله، والمغالطات والمراوغات هذه باطلة. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم، ما كان من كلام الطوائف حقا يقبل، وما كان غير حق فإنه يرد في كلام الله وسائر صفاته سبحانه وتعالى. ولا نحكم على الله بعقولنا وأفكارنا، لا نحكم على الله عز وجل، لأننا لا نفهم إلا كذا، لا نعرف إلا كذا. لا، الله جل وعلا فوق ما نتصور وفوق ما نفهم. نعم. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. ما في كلامهم من الحق نقبله، وما فيه من غير الحق نرده، لأنه من عندهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى. ويقولون على الله ما لا يعلمون، يحكمون على الله بعقولهم وأفكارهم وبما أملاه عليهم سادتهم وعلماؤهم، هذا لا نقبله في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. إذا وصفنا الله بأنه يتكلم إذا شاء، قالوا الكلام هذا حادث، أنتم وصفتم أن الحوادث تحل في الله عز وجل، نقول ما لنا ولهذا. نحن نقول ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا علينا من تخرصاتكم وإلزاماتكم، وهذه خلوها عندكم، لا تحكمون على الله وعلى كلام الله. نعم. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. أي نعم، الحوادث نريد بها، نريد بها أنها صفة حدثت ولم تكن سبقت، هذا باطل. وإن أريد بها أنه يتكلم وأنه يسمع ويبصر ويعلم، فهذا حق، ولا علينا من إلزاماتكم واصطلاحاتكم. نعم. قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص؟ ما أنكروها، إن الله يتصف بالكلام، يتصف بالسمع والبصر، يتصف بالقدرة، يتصف بهذه الأشياء سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه. وأما ما أضفتموه من عندكم هذا مرفوض ومردود عليكم. نعم. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. نعم. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهمه بل هي صفاته وصفاته لا تنفصل عنه سبحانه. نعم. بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم. نعم. والكلام قائم به لا بغيره، وأنه
هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. نعم، لما حصل على عائشة الامتحان واتهمها المنافقون بالإفك قبحهم الله، تأثرت من ذلك وهي تعلم أنها بريئة، تعلم أنها بريئة، لكن المنافقون تكلموا وقالوا، فتأثرت تأثرا بليغا، حتى أنزل الله جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قالت: أنا ما كنت أتصور أن الله سيتكلم في، وإنما أرجو أن يرى الرسول رؤيا تنفي ما قالوه، يرى رؤيا تنفي ما قالوه، ما ظننت أن الله سيتكلم في شأني، رضي الله عنها. نعم، فالله جل وعلا برأ زوجة رسوله مما قاله المنافقون وبرأها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا لعائشة رضي الله عنها. نعم، أن الله سبحانه وتعالى نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان إلى يوم القيامة. أولئك يعني عائشة مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنحمله على ظاهره ولا نتأوله من عندنا، نحمله على ظاهره ونصف الله به، لأن الله وصف نفسه بذلك. نعم، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. لا يعرف قولهم هذا، إن كلام الله في غيره، أنه مخلوق في غيره، خلقه في جبريل، خلقه في محمد، هذا كلام باطل. هو كلام الله سمعه جبريل وبلغه لمحمد، وبلغه محمد لأمته، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا. اي نعم، وكذلك سائر صفاته. ايوه، يعلم لا كعلمنا، يبصر لا كبصرنا، يسمع لا كسمعنا، يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ يعني لا يوصف بها، قادر لا يوصف بالقدرة، متكلم لا يوصف بالكلام كما يقولون. نعم، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمات الله التامات، هذه الكلام كلمات القدرية، هذه الكلمات القدرية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أما الكلمات القرآنية فإن الفاجر يتجاوزها ولا يعمل بها، الكفار لا
يعملون بها ويتجاوزونها كالكلام القرآني، أما الكلام الذي هو القضاء والقدر فهذا لا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ نعم، كما تقوله المعتزلة يقولون الكلام هذا مخلوق، أما الله فإنه لا يتكلم لكن خلق الكلام في غيره. نعم. بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. أعوذ برضاك، هذا رضا الله سبحانه وتعالى الذي اتصف به، وليس رضا مخلوق، وإنما هو رضاه الذي هو صفة من صفاته. فالله يرضى ويغضب ويمقت ويحب ويبغض سبحانه وتعالى، كل هذا ما يليق بجلال الله لا كصفات المخلوقين. أنهم يقولون لو أثبتنا له الصفات شبهناه بالمخلوقين، ونقول هناك فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لا يشتبه هذا بهذا. نعم. بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. نعم. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بعزة الله وعظمته، العزة والعظمة صفتان من صفات الله، وهما من صفات ذاته سبحانه وتعالى، ليست غير الله عز وجل وليست مخلوقة. نعم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله يعني الرسول، الرسول يعوذ بالله وبصفات الله، ويسأل الله ويسأل بصفات الله. نعم. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعم. كل هذه من صفات الله تعالى. نعم. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. هذه هي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مبسوطة، بسطها الشيخ وبينها. نعم. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. هذا كلام باطل. نعم. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر عنها بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنها بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام، قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد. كذبوا في ذلك، كلام الله حقيقة لا مجازا، كلام الله حقيقة لا مجازا، كسائر صفاته سبحانه وتعالى. وما أفسد المقالات والمذاهب مثل المعتزلة قبحهم الله. نعم. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، شيء واحد. وهل يعقل أن قوله لا تقربوا الزنا هو قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ هل يعقل هذا؟ نعم. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقولون هو نفسه آية الكرسي وآية الدين هي شيء واحد. نقول لا، هو شيء واحد، بل هذا صنف وهذا صنف. نعم. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب،
نعم، بينهم فرق عظيم، تبت يدا هذا وعيد وإخبار عن أبي لهب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي عاند الرسول وكذبه وصار يتابعه ويقول لا تصدقوه فإنه كاذب، هذا أبو لهب. نعم. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف يعني قل هو الله أحد مثل تبت يدا أبي لهب، هذه صفة الله جل وعلا، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، مثل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، هذا ذم لأبي لهب ووعيد. نعم. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة. نعم. تكلم الله بالتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليهما الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزله الله على داود. نعم. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه كلام الله لا حد له، ما زال يتكلم إذا شاء، يأمر وينهى ويخلق، لا حد لأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وكلام الله سبحانه وتعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. ولو كان البحر مدادا، يعني حبر يكتب به، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي التي يتكلم الله بها ويأمر وينهى ويخلق ويدبر سبحانه، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. وكلام الله سبحانه وتعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. نعم. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والمداد هو الحبر اللي يكتب به. نعم. قل لو كان البحر مدادا، البحر على عظمه وكثرته، لو أنه حبر يكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. نعم. لأن الله لا حد لصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن كلمات من صفاته لا نهاية لها. نعم. وما يزال يأمر وينهى ويدبر في هذا الكون العظيم الفسيح. نعم. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله، كما يقول الماتريدية والأشاعرة. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. إيه نعم. لو كان عبارة أو حكاية لكلام الله والذي عبر وحكى هو جبريل مخلوق من المخلوقين ما حرم مس المصحف على الجنب، لأنه كلام جبريل ما هو كلام الله، دل على أنه كلام الله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. نعم. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. نعم.
بل كلام الله محفوظ في الصدور. لا يقرأ شيء من القرآن ولا آية كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن سوى الجنابة، لا يحجزه عن قراءة القرآن سوى الجنابة، لا يقرأ شيء من القرآن حتى يغتسل ويتطهر عليه الصلاة والسلام. نعم. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. نعم. وهو في أكبر كتاب لأبي حنيفة في العقيدة، الفقه الأكبر في العقيدة، يعني هي الفقه الأكبر، التوحيد هو الفقه الأكبر، وأما الفروع فهي الفقه المعروف، الأحكام الفقهية. نعم. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. نعم. فالقلم والكتابة فعل العبد الكاتب، وأما المكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى، الكتابة فعل المخلوق، والمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، يفرق بينهما. نعم. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به، يقول القحطاني في نونيته هو قول ربي، هو قول ربي لفظه وحروفه، ومدادنا يعني الحبر والرق وهو الورق مخلوقان. نعم. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول البارئ، من لم يهتدي به فهو ضال أيضا، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا قصيدة لبيد بن ربيعة العامري، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. هذا كلام لبيد، معلقته لبيد. لبيد هذا عاش في الجاهلية 80 سنة، وأسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وعاش في الإسلام 80 سنة أخرى رضي الله عنه. نعم. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نعم. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، لا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، سمى الله الصلاة قرآنا، صلاة الفجر سماها قرآنا
لأنها تطول فيها القراءة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، مطلوب أن الإنسان يتغنى بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فلا يهذى القرآن هذا الشعر ككلام الناس، إنما يرتل ويعطى حقه من التحسين. نعم، من تحسين الصوت، تحسين الأداء، يعتنى به. نعم. وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. أنزل على 7 أحرف، هذا ما تبين للعلماء، ما تبين للعلماء إنزاله على 7 أحرف، لا هو من المشتبه ومن المتشابه. ويقول شيخنا الشيخ الشنقيطي، يقول: هذا أنا ما فهمته، ما فهمت أنزل القرآن على 7 أحرف، ما فهمه، من الأشياء التي لم يفهمها. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله سبحانه عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه. ليس القرآن في زبر الأولين نفس نص القرآن، وإنما ذكر القرآن والإخبار عنه ووصفه هذا في زبر الأولين. التوراة والإنجيل، الزبور، مذكور فيها القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر القرآن نفسه، إنما ذكره في هذه الكتب. نعم. فقوله سبحانه عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه. كما أن أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، علموا أنه سينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون هذا. نعم. كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم. إذ القرآن، نعم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم. كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال: في الزبر، ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله: في رق منشور أو لوح محفوظ
أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم. وحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح. كلام الله وإن كتب في الكتب وإن تلي بالألسن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. نعم. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. عبارة أو حكاية كما تقوله الأشاعرة والماتريدي، هو كلام الله، ما هو بعبارة ولا حكاية. نعم. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه سبحانه وتعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. نعم. وكلام الإمام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما بدأ نزل من عند الله وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن قبيل قيام الساعة، يرفع القرآن، تصبح المصاحف ليس فيها قرآن ولا كتابة. نعم. ويرفع من الصدور، صدور الحفاظ. نعم. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمي هذا معنى وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. نعم. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ. هذا رد على الجهمية والمعتزلة. نعم. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق،
روح القدس هو جبريل، هو الذي نزل بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. نعم. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف. انتبهوا. وأما ومعنى قوله وإليه يعود، نعم، أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. نعم. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل عليه السلام من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أي نزلناه مفرقا، ولم ينزل جملة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تدرج، هذا على مكث يعني تدرج، لو نزل القرآن جملة واحدة طولبوا به ما عجزوا، لكن كونوا شيء فشيء تدرج يسهل عليهم. نعم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين، اللي هو جبريل عليه السلام. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن بلسان عربي مبين، أفصح اللغات، أفصح اللغات لغة القرآن. نعم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. النزول، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، فالقرآن نزل من عند الله يدل على أن الله في العلو. نعم. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. إنزال كل شيء بحسبه، إنزال يكون من السماء، يكون من الجبل، يكون من الشجرة، الإنزال كل شيء بحسبه. ونقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يذكر بأن القديم من أسماء الله عز وجل، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، الأول هو الأول والآخر، ولم يقول القديم، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، يقال الأول ولا يقال القديم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه الصلاة والسلام كان كليم الله، فهل معنى ذلك أنه كان يكلم الله متى شاء؟ أي نعم، كان الله يكلمه ويأمره وينهاه ويسمع كلامه وينفذه ويبلغه للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول موسى عليه الصلاة والسلام: وأنا أول المؤمنين، هل معنى ذلك أنه أول المؤمنين أنك يا الله لا ترى في الدنيا؟ هل هذا مقصوده؟ تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لما طلب أن يرى الله عز وجل، طلب موسى أن يرى ربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني ما تستطيع تراني، بشر ما يستطيع رؤية الله في الدنيا، في الدنيا، أما في الآخرة يرون الله. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل من هيبة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، كيف موسى يبي يصمد عند هذا؟ وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده موسى؟ لا يذهب إليه، ما شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نذهب إليه، ولا أمر الله بزيارته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك كلام في القرآن عن نبي الله موسى أنه قاله، فهل نقول إنه كلام موسى؟ نعم. هناك كلام في القرآن عن نبي الله موسى عليه السلام أنه قاله، حكاه الله عن موسى، حكاه الله عن موسى، وكلام موسى لكن حكاه الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قولنا إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة بيده، وبين قولنا إن الله سبحانه قد تكلم بالتوراة؟ تكلم بها وكتبها يا أخي، ما في تعارض، تكلم بها وكتبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مسألة ثلاثة كلها خلقها الله بيده، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة هل في القرآن مجاز، يقول: هذه المسألة هل كلام شيخ الإسلام فيها واضح معروف، وما هو رأيه؟ نعم، يقول: ما في القرآن مجاز، القرآن حقيقة، كله حقيقة وليس فيه مجاز. ولشيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب في هذا: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني منعه من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن صفات الله عز وجل لا نهاية لها ولا حد لها، هل المقصود بالصفات هنا الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية؟ كلها، كل صفات الله عز وجل تابعة لذاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ أصول يعني عقائد، وفروع يعني أحكام عملية. نعم، هو كذلك. نعم، هو أصول وفروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين الأسماء والصفات لله عز وجل، وما هو الذي يشتق من الآخر؟ كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة من صفاته، فالعليم يشتق منه العلم، القدير يشتق منه القدرة، وهكذا. ولهذا كانت حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حسنى لأن كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله، وليست ألفاظا مترادفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع؟ الأحرف السبعة ذي ما عرفت، والقراءات السبع والعشر هذه معروفة، قراءات معروفة، وكلها متلقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مناداة الميت بقصد الدعاء له أو لتبيين فضله، كأن يقول القائل: يا فلان لقد كنت في حياتك كذا وكذا، أسأل الله أن يرحمك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز مناداة الميت، مخاطبة الميت، ادعو الله له بدون أن تناديه. نعم، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان على جنابه، قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد أن ينام قبل أن يغتسل، بل توضأ فقط وأراد أن يقرأ أذكار النوم، فهل له أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وهو على جنابة؟ لا يقرأ شيئا من القرآن وهو على جنابة، لا للورد ولا لغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف التعامل مع بعض العلماء والأئمة الذين حصل لهم غلط في باب الأسماء والصفات؟ هل نقرأ كتبهم ونثني عليهم في ذلك؟ لا تقرأ الكتب التي فيها أخطاء عقدية وغلط، اقرأ الكتب البينة الواضحة الموثوقة. نعم، تكفيك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وجاء حديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، يقول: هل يصام شعبان كله أو بعضه؟ لا يصام منه شيء، ما ثبت أنه يصام من شعبان شيء. نعم. إلا من كان عادته يصوم من كل شهر 3 أيام يصومها من شعبان وغيره. نعم. أما أنه يخص شعبان لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يؤاخذ الإنسان على الأعمال القلبية؟ هل يؤاخذ الإنسان على الأعمال القلبية كالرياء والحسد حتى وإن لم يعمل بها؟ إذا لم يعمل بها لا يؤاخذ عليها، لكن عليه أن يتركها ولا يفكر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالمبتدعة ونبذهم بالألقاب وإثارة سخرية الناس عليهم بمقاطع أو بغير ذلك؟ لا يجوز هذا، أنهم فيهم علماء أفاضل وإن كان حصل منهم أخطاء، فلا يجوز هذا. العلماء يثنى عليهم وإن كان عند بعضهم أخطاء، يغفر الله لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عد التسبيح والاستغفار بالمسبحة وليس باليد، ما حكم ذلك؟ إذا كان يريد إحصاء التسبيح فقط دون أن يعتقد أن السبحة لها فضيلة فلا بأس، بل حصى بأصابعه بالمسبحة لا بأس. أما إذا كان يعتقد أن المسبحة لها فضيلة هذا لا يجوز، ليس لها فضيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي صديق عرض علي مساعدة، وذلك بأنه قال: سأعطيك 100,000 ريال تشتري بها بضاعة ثم تتاجر بها، وبعد سنة ترد علي 100,000 وتعطيني 20% من الأرباح. يقول: هل هذا يعد من القرض الذي جر نفعا؟ إن كان أعطاك إياها تتاجر بها ليس هذا قرض، هذه مضاربة، هذه مضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات المباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل صحيح أنه مانع من موانع إجابة الدعاء؟ إيه نعم، ثم تدعون الله فلا يستجاب لكم. نعم، جاء في الحديث إنكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنكم تدعون الله ولا يستجيب لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سائل من خارج هذه البلاد يقول: يلاحظ في بعض المساجد عندنا التي تتكون من أدوار أن النساء اللاتي ليس معهن أطفال يصلين في الدور الأول
واللاتي معهن أطفال في الدور الثاني وهكذا، يقول مع وجود متسع، هل هذا ينافي وصل الصفوف الأول فالأول؟ لا بأس، إذا كانت اللي معها أطفال يروحون في دور منعزل لئلا يشوشون على الناس ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بلدنا إذا مات رجل فإنهم يقومون بذبح شاة ويدعون بعض الناس لتناول الطعام ويهدون الأجر للميت، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع ولا يجوز. إذا حبوا ينفع الميت صدقون عنه بطعام بنقود بكسوة. نعم. فضيلة الشيخ، الذبح لا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو امرأة تسأل فتقول كنت صائمة قضاء رمضان، ولو اشتروا لحم ووزعوه ما يخالف، لكن الذبح لا، الذبح عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول كنت صائمة قضاء رمضان فذهبت في رحلة ونسيت أني صائمة وأكلت وشربت طوال اليوم ولم أتذكر إلا نهاية اليوم، فهل صيامي صحيح أم أن علي أن أقضيه؟ صيامك صحيح إذا أنه نسيان، النسيان لا يفسد الصيام، رزق ساقه الله لك. من نسي في الحديث، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.